تحية لكم وتحية لجميع المغاربة خارج الوطن داخل الوطن. اليوم اخوان عندي لكم اخبار اللي هي مزيانة ومفيدة للاخوان، تبارك الله اللهم بارك. اليوم تصور اخوان بتاريخ 2023 شهر 10 اخوان في 3، اللهم بارك تبارك الله. كما كتشوفوا اليوم حنا عاوتاني رجعنا لعند خويا مراد، هو ما كانش، حنا كنا غير خدامين داخلين عنده تبارك الله. اليوم عطيتكم شي اخبار اخوان باش تعرفوها، باش تكونوا باش تعرفوا واش كاين الاخوان. بالنسبة للسوق ديال الزيتون كما قلنا راه باقا ما تفتحش، يعني باقا ليه، سولت الاخوان سولت قال لي باقا 4 ايام تقريبا اللي غالي باقا، سولت الناس اللي كيكونوا في السوق المقرب قال لي باقا شي 4 ايام تقريبا اللي باقا تبارك الله. اما الناس اللي سايره كتجني ولا سايرين كتشوفوا كيطحن في الزيتون ولا شي حاجه، باش نعطيكم معلومه اللي هي صحيحه الاخوان وتاخذوا مني اليقين. لا بتعرفوا يقول لكم راه الثمن القد والقد شي حاجه ما كاينه الاخوان، الثمن بتعرفوا الحقيقي هو نهار يتحل السوق تبارك الله اللهم بارك. كما قلت لك نهار يتحل السوق غارف تعرفوا الثمن اللي هو حقيقه الاخوان ديال الزيتون، باش تعرفوا تبارك الله اللهم بارك. ونزيدوا على الاخوان بالنسبه كما قلنا التصدير، التصدير الحمد لله كنسمعوا اخبار انه ما كاينش، يعني الثمن غيكون تبارك الله غيكون ناقص، غيكون يعني الثمن المناسب للدرويش تبارك الله اللهم بارك. نبداو الاخوان بالسلعه اللي كتشوفوا دابا، هذا ملزم من المعصره هو اللي كسر كيحلب دابا حاليا قبل بربع ايام. علاش الاخوان باش قلت لك بداو يبدا حيت خاصو يطحن هو الاول في المعصره ديالو، باش داكشي المسائل تشرب وباش ما السيد اللي باغي يطحن عنده اللي موراه ولا شي حاجه ما يضيعش تبارك الله اللهم بارك. هادشي كاين الحمد لله الاستشهاد المعقول، يعني ما بغاش يضيع الناس اللي كليان ديالو ما بغاش يضيعهم تبارك الله. كما كتشوفوا تبارك الله الخير راه موجود الحمد لله السيد. الله النهار الاول باش بداو وخدامين عنده غير جوج الناس وكيمشي على خاطر يلاه يتفادى 4 ايام ولا 5 ايام ديالو تجي قد قد مع داك مع ما يتفتح السوق تبارك الله. والناس بدا تجي خاصو هو ما يريحش، يعني خاصو كيبدا الكليان ديالو بدا يجي تبارك الله اللهم بارك. كما كتشوفوا هالسلعه تبارك الله، واللي خاصو شي حاجه بحال هادشي راه مرحبا على الراس والعين. تحيه للجنود الخفاء الله يكبر بكم، سير الله يسر الله يجبتي سير تبارك الله، سير الله يسر الله يجبتي سير تبارك الله اللهم بارك. اما الناس كتشوفوا الاخوان اللي كيطحن، المعلومات كنعطيكم هي موثوقه وصحيحه الاخوان، باش الناس ما يمشيش غالطين يقول لك لا راه الثمن كاين، الثمن ما كاينش، الثمن ما كيتقال تيتحل السوق، حيت السوق هو اللي تيحكم الاخوان، السوق هو اللي تيحكم. اما بالنسبه للعصير ولا شي حاجه الا بيتصر اللي ديال السي مثلا بحال هاد الشيء كيخاف الله يضيع فيه هاد الشيء، هاد الشيش كما كيقولوا لي هاد اللي كيكون طايح في الارض، يعني كيضربوا الريح كيطيحوا الريح كيطيحوا مثلا مع الجو وداك الشيء الاجواء كيطيحوا باش ما يضيعش فيه، كيدوزوا في الماكينه للسيد ولا كيدوز مولاه كيدوز داك الشيء باش ما يضيعش تبارك الله. كيدوز بحال هاد الشيء كاين اللي كيدوز كل شيء كيقضي الغرض ديك الساعه مول الماكينه كيقضي الغرض باش كما قلنا لكم باش اللي من وراه ما يضيعش. هاد الشيء هي معلومه الاخوان اللي قلت لكم باش تستافدوا منها. وكل معلومة ثانية اللي قلت لكم الاخوان ديال التصدير راه ما كاينش الحمد لله، يعني غيكون الثمن شويه اللي طايح ابار الناس اللي شارين الجنة هذوك هما اللي شويه اللي غيكونوا كيكون شارين بحال الثمن هذوك هما اللي شويه. اما الناس اللي باقا ديالهم باقا عندهم ديالهم يعني ديالهم هما اللي كانوا راضي البال وقابلين ماشي شارين هذوك راه غيمشيو مع السوق، غيمشيو مع السوق الاخوان. هذه كمعلومة ثانية، وكنشكركم على الدعم ديالكم على اللايكات على الكومونتير اللي كديروا معنا، هادشي راه خير منكم الاخوان الحمد لله. حنا داكشي اللي كاين راه كنبينوه، يعني غرام ديال الكذوب ما كانش اخوان، وانتم راكم عارفيني الاخوان راكم عارفيني بان انايا الشيء اللي كاين تنقولوا اخوان تبارك الله اللهم بارك. كما كيقول لي على القلب على اللسان الاخوان داكشي اللي كاين راه تنقولوا لكم، وكمال على الله اللي كيخاف الله ما عنده منيش يخاف. وكاين الناس الحمد لله باقا تيعيطوا لينا والحمد لله تبارك الله كيعيطوا لنا الان حاليا كيقولوا السلعه تبارك الله راه عجبتني وبغينا شي حاجه الا كانت كنقول لهم اخوتي راه باقي نهار يبدا راه غنلوح لكم الفيديو وديك الساعه قضوا الغرض، عجبكم الثمن وعجبكم داكشي اللي كاين قضوا الغرض ومرحبا على راس والعين. غير السلعه تعرفوا غير تعولوا غير على مرقد زين كما العاده وتكون تبارك الله سلعه نقيه وسلعه مليحه هادشي اللي كاين اول حاجه والله يستر الجميع. كنقول لكم تبارك الله اللهم بارك. هانتوما السلعه كما كتشوفوا الناس سايره خدامه، كاين حاجة كما قلت لكم خدامين الله يستر لهم. هما بداو لهم حلبوا تقريبا 6 صنادق تبارك الله. هما تقريبا كملوا الاولى وكملوا الثانية تبارك الله. انتم داروا لهاي سي عبد الرحيم، وا سي عبد الرحيم انت كي داير لاباس عليك هاني الحمد لله. اش كتقول للناس اخويا اللي كيتسناو بعث لي لك اخويا بغينا الزيت بغينا الزيت ولا كان جلاس يقول لهم يلاه راه شفتينا سولنا عليهم يلاه هذه الهضره شي معلومه قلتها بحالكم قلت تقول سر راسك جلاس يلاه ديتنا وقال لك شي 3 ايام 4 ايام غيتفتح السوق هادشي اللي الحاجه اللي باقا دابا راه ما كاين حتى حاجه دابا ودابا الناس مثلا في شي فيديوهات
شافوا ان بداو الناس كيطحنوا. انا قلت لهم هادشي اللي كاين، قلت لهم راه اللي بداو غير اللي كان شي حاجه ديالو بحال هذا السيت هو واحد بغى يبدا باش ما يتكرفصوش الناس اللي من وراه. كيدوز اي بحال ما دابا هذا المعصره كيدوز سلعته هي الاولى. هادشي اللي دوك المصاور كيدوز المصاور ديالو هما الاولين اللي واحد كيشرب الزيت. باش السيد اللي موراه ما يضيعش. باش اللي داوز شي واحد لور هادي ما يضيع، كيدوز هذا سلعته هو الاولاني. يعني شاد المعقول السيد ما كانش الجرام اللي مزعج. ما كانش المعقول ما غاديش نجيو عنده حنايا ونطحنوا عنده ونصوروا عنده. اي سير اخويا عبد الرحيم. الناس روحين اخرين كيثيقوا فينا، حنا اللي باش كنبينوا هذا الراجل ما كيعرفوش هما، حنا اللي كنبينوا. هادشي ما عرفناش حتى ما غاديش نوريو لهذوك الناس كيثيقوا فينا حنايا. هذاك الشيء اللي كاين. ونطلبوا الله حشمنا على شي واحد اخويا سفيان. الله يكبر بك خويا عبد الرحيم، كنسمع سير الاخوان وحلقه ديال عاوتاني. بالنسبه لدابا كيقول لك تامن، كيقول لك تامن حتى حاجه باقا ما كاين. حاجه ما كاينه. تيتفتح السوق والمعطى باقا حتى حاجه ما كاين. حاجه ما كاينه. بعد المعطى راه كيبقى ديال الله، قدر راه زيتونه وحده تقسميها على جوج تعطيك هذه 16 تعطيك الاخرى 18 ولا تعطيك 10 هذا الشيء كيبقى ديال الله. الناس راه شادوا جنان واحد بحال جنان هذا الاخوه اللي كتشوفوا فيه شادوه وعمروا تداروا عرام واحد وقسموه وما عطاش بحال بحال. هذا الشيء اللي كاين. وحنا الاخوان بالنسبه للناس اللي كتعرفنا واللي كيثيقوا فينا، حنا راه ملي علينا نهار ان شاء الله يتحل السوق، حنا الناقد اللي كنعرفوا راه مزيين وملاح غناخذوا منهم وكيبقى كما على الله. انا شي واحد حنا كنعرفو ما عندهم مراكز وين راه مضمونين عليهم الذاكره موصلين شي ناس قلنا لهم خلونا السلعه وبنات تفتح ان شاء الله السوق وغادي. وكاين شي ناس من دوك الرؤوس ديالهم راه شارطين مع لامندر وقال لك لا ما عطاش القاد القاد شي حاجه ما كاينه قال لك عطي القاد القاد هي يبيعوا يشري معايا قال لك اسيدي تات شي تات تات طحنوا طحن لا ما عطاش قال لك ما عطاش المعطى ما تديش مع عندي. يلاه الله يستر اخو عبد الرحيم شي حاجه شي مع هذاك ولا مع اي واحد. الحمد لله حنا بغينا غير الناس يقضوا الغرض ديالهم وكلشي يقضي الغرض، كلشي بشي فرحان، كلشي بشي فرحان. هادشي اللي بغينا. مشى فرحان راه حنا دحنا فرمشات حنا نمشيو فرحانين. والحمد لله ملي ما كاين تصدير دابا راه الناس غتكون شويه الثمن. قال لكم شي معلومه كيقول لك التصدير ما كاينش. ضرب الله راه كيقولوا لكم ما عرفناش مازال. حنا ما المعلومه ماشي موثوق منها مزيان. يعني باقا شويه باقا. الزير ان شاء الله غيكون الحمد لله العام زين غيكون. لا ما كانش. هادشي اللي نتمناه حنا ما يكونش، حنا بغينا هادشي ديال البلاد ياكلوا ولاد البلاد. هادشي اللي كاين. يلاه تبارك الله عليك اخو عبد الرحيم، تحيه للمشاهدين ودياولك وديال الناس. الله يحفظك خويا سفيان. تحيه للناس داخل ارض الوطن وخارج الوطن عامه اخوان ما تنساوش حد جيم وباطاجوا هذا الفيديو جزاكم الله خيرا وتعاونوا مع ولد الحاجه راه انسان طيب وخلوق الله يسلمك الله يحفظك. حنا بلا ما قال لك اللي باين على وجهه داك الشيء خا ما تنبانوش مع الناس الصوت باين والقلب باين الحمد لله. الله يسر اخو عبد الرحيم الله يسر لك وجبتي سير.